اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذه ضايق، من فضلك كان ليا سؤال عند حضرتكم. اتفضلي. انا دلوقتي كنت متزوجه ومعايا ولد وبنت، وجاي كان معني انا عندي اخت وحيده ووالدي ووالدتي توفوا. الاخت دي عامية يعني كفيفه الحمد لله يا رب. فلما طبعا والدي ووالدتي توفوا انا خدتها عندي، فجوزي راح قايل لي لا. بعدها بشويه اللي هو ايه الضغوط والحياه زي ما راح قال لي لا، يا انا يا اختك. تمام. فانا قلت له لا اختي، انا اتطلقت منه، فهل انا كده عليا وزر ظلمت الولد والبنت اللي معايا ولا لا؟ ده هي سؤال. موضوع جه قفش كده يعني؟ لا مش قفش، اللي هو مش قابل بقى، مش متقبل. طب ثواني بقى، خلينا نفهم بس، هي اختك مضايقاه في البيت ولا حاجه؟ دي كثيفة ما عارفه، اللي هو تحطيها في مكانها، هي ما بتتحركش اصلا، ما بتتحركش يعني. طيب انت اهملتيه خالص هو واولاده ووجهتي كل اطلاقا. هو الحوار كله جه من ناحيه اهله هم، لان اهله هم اللي قعدوا بقى يسخنوا فيه وقالوا له لا وما ينفعش ودي بنته وانت هتتحمل مسؤوليتها وي وي. فهو جه قال لا. فهنا انا قلت له مش هينفع، اصل دي اختي انا هرميها لفين؟ وهو طلقك كده بمنتهى السهوله لمجرد انك متمسكه باختك الكفيفه اللي ما عندهاش غيرك؟ معلش، ما هي ما عندهاش غيري. بس اقول لها ادريلك على حاجه، ما هو انا ولادي برضو ما عندهمش غيري، بس هو انا لو جه لي حاجه هو هيربي عياله، انما اختي لا ليها لا اخ. طب انت الولاد معاكي؟ الولاد معايا وما بيصرفش عليهم كمان. الولاد معايا وما بيصرفش عليهم ولا بيسال عليا كمان. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا دلوقتي بروح مصنع مع ملابس من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 9 بالليل، 12 ساعه الشغل. تمام. انا برجع متاخر. انا دلوقتي بفكر اجيب مكنه اللي هي مكنه الخياطه دي. مكنه الخياطه دي عامله 3800. الراجل يعني سالت حد قال لي احنا هنديكي فلوس وانت تشتري المكنه بس على شرط، يعني 3800 دول لما تيجي ترديهم هترديهم 7000، يعني هو بالقسط قوي فوق ما تتخيلي. لان انا يعني هم شرطوا، ثواني بس، هم شرطوا ان هنديكي 3 هترديهم 3800. طب ما المكنه دي ممكن تبقى بتتباع بالتقسيط من المحل بتاعها. من المحل بتاعها ما فيش، انا عن نفسي حواليا ما فيش، وهو الراجل هيديها يعني هيديني فلوس مش هيديني المكنه. انا سالته قلت له هاتها لي، قال لي انا سالت ان هو ينفع ان هو ان انا اخد يعني هو يشتريها لي قسط ويدهني بالفلوس دي. قال لي لا خليه هو يشتريها لك عشان ما تشتريش وزر وما يبقاش ربا. انا سالت الراجل قال لي لا انا ماليش دعوه، انا هديكي فلوس وهتعامل معاكي على اساس ان هي فلوس، ماليش دعوه. الناس دي عايشين كده ومتبجحين كده في الدنيا وعادي؟ ما والله العظيم زي ما بقول لحضرتك، انا دلوقتي بفكر في حاجه معينه، لان انا مرتبي مش نافع ان انا ادخل منه جمعيه في ظل ما انا بدفع ايجار وبصرف على بيت وعيال. يعني الست سهلتها له وقالت له يبقى قسط وكده واشتريها لي واديها لي بالتقسيط. لا لا لا، انا هديكي فلوس ترجعي لي فلوس، ربا صرف يعني. راجل صريح صريح، انا هقبل على نفسي الربا ولا اني ابيعها لك بالتقسيط. شيء الناس دي والله العظيم. طيب سؤالك ايه بقى؟ هو سؤالي هيجوز ان انا اخد الحاجه دي ولا مش هي؟ لان انا في حاجه ليها، انا محتاجه اني يكون لي مكنه، مكنه في البيت هراعي اختي وهراعي عيالي، وفي نفس الوقت مش هضطر اخرج من بيتي المسافه الطويله اللي انا بعمل بروحها دي وبرجع متاخره. لما برجع بيتي ببقى الساعه 10 ونص 11، يعني بتبقى مسافه ليا. فانا عايزه افهم يعني يجوز ولا ما يجوز، بس مش اكتر، ان انا اخد حاجه زي كده وفي نفس الوقت انا ظلمت عيالي لما سبت جوزي عشان اختي ولا لا؟ هو انت اللي سبتيه ولا هو اللي سابك؟ ما هو كده اللي سابك، هو اللي سابني. بس وانت قاعده بعيالك كافي خيرك شرك، هو اللي طلقك ومشي. بالظبط كده، هو ده اللي عمله. وما بيصرفش وما بيروحش وما بيجيش عادي. انا مش يعني بس حرام، عشان لما يجي بعد كده عيالي يكبروا ويسالوني يا ماما ما اقولهمش لا هو سابني عشان انا او انا سبته. لا انا هو خيرني بين اختي اللي انا ما ينفعش اسيبها. طيب اختي ما ينفعش اسيبها، ما لهاش حد تاني. ربنا هيكرمك ان شاء الله. دوري بس، دوري هتلاقي محلات اكيد بتبيع كل حاجه في الدنيا، بتتباع بالقسط كل حاجه. فدوري هتلاقي باذن الله، المبلغ مش كبير يعني. علشان وبعدين ليه 3 تبقى 7؟ فضلت الشيخ رد بقى عليها. الحقيقه التصرف اللي عملته في الاول كان تصرف صحيحا انسانيا من الدرجه الاولى. ان هي تحافظ على اختها، وده شيء كويس، لان الزوج قد يعوض فعلا. واحيانا يقولك الابن ممكن يعوض نفسه، لكن الاخ ما بيتعوضش ابدا. او الاخت ما بتتعوضش ابدا. فهي تصرفت تصرف يعني من الدرجه الاولى انساني،
فجزا الله خيرا على هذا، وانا عايز اقول ان ربنا هيعوضها خير وهيديها خير ان شاء الله وهيكرمها باذن الله تعالى. فالتصرف اللي عملته صح. هل هي ظلمت ولدها وبنتها؟ لا ما ظلمتهمش، لان شوفي اللي مالوش اللي ما فيهوش خير لله ما فيهوش خير في حد. يعني ده موقف انساني، لو الانسان ما عندوش انسانيه، يعني عايز اقول لك دي لو جارتي انا هخدمها وهروح لها وهعمل لها كل حاجه، ده بقول لك لو جارتي، مش هقول لك اختي بقى ولا اخويا، لا لا لا. فدي ده جانب انساني، وده اللي عملته ده خير وده راي سليم، ما فيش مشكله لا حرج فيها. اما بالنسبه لمساله القرض، القرض ده هو غير جائز شرعا، لانه ده طريقته طريقه ربويه بحته صرفه زي ما حضرتك قلتي. لكن عايز اقول لها ان هي تعمل قدامها حاجه، ان هي تبحث عن ممكن جمعيات او ممكن مساجد او ممكن حد يقدر يساعدها بهذه الصوره، ان يكون ذلك على صوره القرض الحسن، ان يديها مثلا. وانا شايف ان يجوز حتى ان تاخد من زكاه المال، ان هي لو حد يعني زكي لها من زكاه المال ممن هي راحت لهم في المساجد او في غيره، ممكن يدوها من زكاه المال. وعايز اقول بقى ان اذا لم تتوفر لديها او لم يفتح لها اي طريق ان يكون ذلك عن طريق القرض الحسن او عن طريق الجمعيات الاهليه او عن طريق المساجد او ما شابه ذلك، فيجوز لها عند الضروره ان تقترض من هذا القرض الربوي، لان دي اصبحت كاكل الميته، لان خلاص في وضع سيء، بدل ما تطلع من 9 الصبح 9 بالليل وعندها اخت بس. يعني ايه تخلص كل المحاولات؟ تعمل محاولات، تروح المسجد اللي جنبيها اللي قريب منها، تروح الجمعيه الاهليه، اي جمعيه من الجمعيات، يا جماعه انا موقفي هي مش هي مش هتاخد ذنب، انما هو اللي هياخد. لا لا، هو قصته ده موضوع خلاص، يعني هو موضوع اسمه ذنبه. لا انا غريبه قوي فضلت الشيخ، احنا بيجي لنا تليفونات كتير كده، ما هو في ناس في ناس عندها فلوس شغالين كده بتتعامل معاه ربوي، ده مساله ربويه بحته. هم شغالين كده بيسلفوا الناس بالفايض. يعني هو شغال كده واضح وصريح. والزوج برضو اللي هو طردهم او سابهم او طلقها بهذه الصوره او استغنى عنها بسبب هذا السبب، زي ما قالته بالظبط النبي عليه الصلاه والسلام، قال له برضو كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. كل يعني تعمل محاولاتها، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لها الخير، ولو تتكرموا علينا تسيبوا لنا النمره بتاعتها واحنا نشوف.